المشي وإطالة العمر بإذن الله سبحانه وتعالى فائدة رائعة جدا. بالله ركز معي، خليني أوريك إياها كيف. شوف شوف ببساطة، يعني ما يحتاج. شوف هذا الدي إن إيه حقنا، تخيل إنه بهذا الشكل، طبعا تقريبا كذا. أوكي تذكرونه درسنا في الابتدائية أو في المتوسط، في هنا في الأخير حاجة، في الأخير هنا حاجة، وفي الأخير هنا حاجة، في الأخير حاجة. هنا الحاجات هذه اللي في الأخير يسمونها التيلومير. أوكي التيلومير هذه إيش يسوي فيها المشي؟ التيلومير هذه بإذن الله تكون أطول عند الإنسان اللي يمشي. وش وظيفتها وش أستفيد منها؟ التيلومير هذه تحمي الدي إن إيه بإذن الله من أن يتدمر، وتحميه من العمليات تزايد أو تناقص أو إصلاحات خاطئة، تحافظ عليه يبقى سليم. مو بس كذا، شوف المشي إيش يسوي. المشي سبحان الله يحافظ على هذا التيلومير اللي بإذن الله، يحافظ على الدي إن إيه اللي بإذن الله، يزود ما يسمى باللنجت اللي هو طول العمر بإذن الله سبحانه وتعالى. دائما المسببات مهمة جدا، والله سبحانه هو المقدر. ورقم اثنين بالله، هذه نشرتها الجامعة البريطانية لطب القلب، قالوا أن المشي السريع، وجدوا في الدراسات أن المشي إذا كان سريع يعمل هذا العمل بشكل أقوى، يحافظ على التيلومير بشكل أقوى إذا كان المشي سريع. سبحان الله وأجرى تجارب. طبعا المشي السريع من سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بعضهم في الأثر كأنما يتحدر من شعبه، قالوا الصحابة رضي الله عنهم إن كنا نتابع ونمشي معه وإن ذلك لا يشق علينا. ها المشي السريع، المشي السريع كذا كذا ببساطة كذا، ها بسيط بسيط. وكلما سبحان الله زاد الضخات القلب، دخلت في الفوائد الإحراق وتنزيل الوزن. وإذا تبغى تعرف مشيك جيد ولا لا، انظر هل تستطيع أنك تشرب أو تأكل وأنت تمشي؟ إذا كان معناته مشيك بطيء، إذا كان ما تستطيع فمشيك جيد. نقطة الخلاصة، وجد علميا بأن المشي بإذن الله يزود طول مادة التلومير الموجودة في آخر الدي إن إيه، والتي تحافظ على الدي إن إيه ليبقى بالتالي بإذن الله أطول العمر بإذن الله سبحانه وتعالى. ووجد علميا أيضا بأنه كل ما كانت وتيرة المشي أسرع زاد هذا الأثر الإيجابي. فالله يوفقنا وياكم، وامشوا وادعوا لنا ودعناكم الله.